الحقيقه احنا نحب نعرف ان طلباتكم ايه عشان نعرف انتم عليكم ايه واحنا علينا ايه. الهنا والشفا يا حبيبي. اشكرك يا عمي. الحقيقه يعني لسه بدري ان احنا نتكلم في الكلام ده يعني، وبعدين احنا اساسا لسه ما وافقناش. لا بس انا نفسي اشوف سامح حبيبي عريس، ولا انتوا بقى ما نفسكمش تشوفوا مريم عروسه؟ من هنايا يا طنط، هبقى اتصور لك صوره بفلتر العروسه وابعته لك ان شاء الله. بطلي هزار بقى يا مريم، طنط بتتكلم علشان عايزه تشوفك عروسه بجد. تمام، يبقى نتعرف الاول انا والاستاذ سامح على بعض قبل ما نتكلم في اي حاجه ولا ده ايه؟ ده كلام عملي جدا. بس لازم يكون في اتفاق للوقت المحدد لهذه العمليه. عمليه؟ وانت دخلت تعمل ازاي ده ولا ايه؟ انا ما اقصدش هذا النوع من العمليات، انا اقصد يعني فتره التعارف. يا ابني يا حبيبي دي مشاعر، يعني ما تقدرش تحددها بوقت او تتوقع نتائجها. لا اعذرني يا عمي، ده كده يعتبر اهدار للوقت والطاقه، ودي ريسورسز مهمه جدا ما ينفعش نهدرها، ده يعتبر غلط اقتصاديا يعني. والله ودي هنحكمها ازاي بقى؟ مش يمكن انت ما تعجبنيش او انا ما اعجبكش؟ لوجيك جدا صح، علشان كده انا مصمم نتكلم في كل حاجه من اول قعده قبل ما نوصل لهذه المرحله. علشان لو ما اتفقناش يبقى ما خسرناش حاجه. لا بس حضرتك كده يعني اقتصاديا طالع خسران. هكون خسران ايه؟ يعني حضرتك هتبقى خسران تمن الاربع حتت الجاتوه اللي حضرتك جبتهم. اقتصاديا قيمه اللي بيتم احضاره تساوي قيمه اللي بيتم تقديمه، وفي حالتنا دي ممكن يكون عدى شويه، زي ما حضرتك شايف تورته كبيره وكوبايات 300 مللي طويله، مع اني يعني بعتبر الفروقات البسيطه دي اهلاك. فادي ناولني طبق. استني طبق ايه دلوقتي؟ طبق ايه؟ معلش يعني اعذرني يعني، احنا كنا عايزين نعرف عنك شويه حاجات يعني علشان نقدر نقرر اقتصاديا يعني. طبعا يا عمي حقك، انا مرتبي 6000 جنيه في الشهر. ما شاء الله. والحوافز بتوصل ل 1500 تقريبا. الله الله الله. انا ما اعرفش مريم بتقبض كام في الشهر وبتاخد حوافز ولا لا، بس يهمني قوي اعرف النقطه دي علشان اقدر احدد هل هعيش بمرتبي ومرتبها ولا لا. معلش هو مين فاهم حضرتك اصلا ان انا هديك مرتبي؟ ايه ده؟ لا ده مش اختيار، مش اختيار حضرتك. ما هو ما احنا ما نبقاش سترونج اندبندنت وومن في حاجات، واول ما نتكلم في الفلوس والمصاريف نفعل هاشتاج انا مش ملزمه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.